أهلا بالديمقراطية وداعا أكثر. هكذا لوحت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي بعدما أسقط الأخير الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف. فقد صوت يوم الأربعاء البرلمان الأوروبي ضد الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل والمعروفة باسم أكتا، حيث رد 478 نائبا أوروبيا الاتفاقية فيما صوت 39 لصالحها، وذلك بعد أن أوصت العديد من اللجان البرلمانية برفضها. وكانت الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع العديد من الدول قد أثارت احتجاجات واسعة في عدد من الدول الأوروبية خلال الأشهر المنصرمة.